الرحيم تلبية لدعوة اللجنة المركزية لعقود وزارة الكهرباء إلى إضراب عن العمل. نعلن نحن عقود وزارة الكهرباء قاطع الإضراب مع أخوتنا في كافة القواطع والشعب والمحطات، وذلك لسداد حقوقنا المسلوبة، حيث نطالب أولا التثبيت على الملاك الدائم في موازنة 2020 لخدمتنا الطويلة في هذا القطاع الحيوي. ثانيا صرف رواتبنا ومستحقاتنا المتأخرة لمدة 3 أشهر. ثالثا تعديل سلم الرواتب العقود الجدد بحسب قرار 315 صيانة الحي العسكري 20/5/2020.